هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوم. حصة مع عمو يزيد في شهر رمضان المعظم تأتيكم بفقرات خاصة، هذه المرة بمناسبة ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومة، وبها ينور العقل. حصة خاصة بالختان، الطهارة. مرحبا يا أطفال وصحة رمضانكم. وليدنا مبروك عليه هذه الليلة اختانتو. الله الله الله، ديروا الحنة في يدي، يلا يا البنات زغتو. استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. حبكم يا أطفال. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا، انضموا مع عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يا